السلام عليكم. وصل أخيرا تحديث أندرويد 10 إلى الهاتف جالاكسي نوت 9. هذا التحديث يحمل مزايا وتحسينات وإضافات كثيرة جدا، للإطلاع عليها ما علينا إلا الذهاب إلى أيقونة جديدة تضمنها قائمة الضبط، وهي النصائح ودليل المستخدم. إذن نلاحظ هنا مثلا ما الجديد: أفكار ذكية، قلم إسبان أو إسبان، الكاميرا، الأجهزة القابلة للارتداء. نضغط على ما الجديد، نلاحظ هنا الوصول إلى الشاشة الكاملة بيد واحدة من خلال مثلا السحب إلى الأسفل كما هو وارد هنا في هذه الصورة المصغرة. لدينا أيضا إظهار حالتك المزاجية في التقويم الخاص بك من خلال مثلا تعبير عنها بملصقات، حيث يمكنك إضافة ملصق كل يوم في ما عليك سوى الضغط على زر الملصق واختيار كذلك هذا الملصق. نلاحظ أيضا هناك مثلا اعتناء بالحالة الرقمية التي لم تكن موجودة أصلا في هذا الهاتف، وهي أيقونة جديدة قد ظهرت، وهنا يمكنك كذلك عفوا يمكنك ضبط حدود الوقت للتطبيقات والاطلاع على الإشعارات التي تتلقاها. يمكنك أيضا التمتع بشاشة القفل الديناميكية، وبالتالي كلما قفلت أو غلقت الهاتف وعتبته سوف تلاحظ ظهور صورة جديدة على الشاشة. نلاحظ أيضا أن هناك مثلا مزيد من الإجراءات التي يمكنك القيام بها أثناء المكالمة. هنا نلاحظ مثلا تصغير شاشة الاتصال، يمكن أيضا سحبها يمينا أو يسارا على الشاشة أو أدنى الشاشة. نعم، تبع المهام التي تقوم بها على هذه الشاشة أثناء تلقيك للمكالمة. نلاحظ أيضا أن هناك ضبط خاص بالقلم. نعم، تستطيع مثلا أن تحفظ قلمك مفضل لديك، وبالتالي بمجرد الضغط عليه تبدأ بالكتابة. نلاحظ أيضا أنه يمكنك تحويل كتابة بخط اليد إلى نص. نلاحظ أيضا بأنه يمكنك التحكم بالمؤشر من خلال مثلا لمس مع الاستمرار شريط المسافة، ثم سحب نحو الأعلى أو الأسفل للتحكم بالمؤشر. نلاحظ أيضا بأنه يمكنك تدوين ملاحظات التقويم الخاص بك من خلال مثلا الذهاب إلى التقويم الشهري وإضافة علامة الزينة الخاص بك أو ملاحظة معينة. نلاحظ أيضا أن هناك مثلا أصبح بالإمكان أن تسجل ما يجري لديك من خلال مثلا تسجيل الشاشة وكذلك عرضها للآخرين. نلاحظ أيضا بأن هناك مثلا أيقونة جديدة ظهرت، وهي الحصول على محتويات هاتفك على الكمبيوتر لديك. نلاحظ أيضا نلاحظ أيضا بأنه يمكنك إعادة فتح علامات تبويب أغلقتها مثلا خطأ أو لم تنهي العمل عليها وقمت بإغلاقها، يمكنك العودة إليها. نعم، نلاحظ أيضا بأن هناك مجموعة من أفكار ذكية، كمثلا أن تبقي هاتفك أو تبقى هادئا لبعض الوقت. نلاحظ أيضا أنه يمكنك الحصول على تجربة ملء الشاشة خلال السحب أسفل الشاشة والانتقال كذلك إلى الشاشة الرئيسية. نلاحظ أيضا بأن هناك مثلا بحث عن تطبيقات وكثير من المحتويات الأخرى لديك. نعم، نلاحظ أيضا مثلا حفظ صور. صفحة الويب الحالية
تطبيق الانترنت، ويمكنك العثور عليها في التنزيلات. دائما استخدام كذلك ديكس على الكمبيوتر لديك، مع دائما مع هذا الهاتف. نعم، نلاحظ كذلك ابقاء معلوماتك الرقمية محمية أيضا. نعم، يمكنك التقاط الشاشة بالكامل من خلال دائما الضغط على زر الالتقاط مع التمرير نحو الأسفل والتقاط المزيد. نلاحظ أيضا بأنه يمكنك أن تسأل بيكسبي، لكن دائما تظل اللغة العربية غائبة عن هذا البرنامج. نلاحظ أيضا أن هناك تحسينات لتقسيم الشاشة أو إظهار تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت. نلاحظ أيضا بأنه تستطيع مثلا أن تتكلم بدل أن تكتب. إذن وكأنه نوع من الإملاء على بيكسبي. نعم، نلاحظ أيضا بأن هناك تحسينات أيضا ظهرت على الكاميرا. نعم، نلاحظ أيضا بأن هناك تحسينات مثلا تظهر أيضا على الأجهزة القابلة للارتداء، مثلا خاصة إذا تعلق الأمر بالساعة أو ساعة مثلا سامسونج جالاكسي أكتيف أو جالاكسي ووتش أو جالاكسي أكتيف 2. سنحاول في فيديو مقبل أن نستعرض بعض هذه المزايا عمليا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.